مفيش شك إن الرياضة في مصر عانت من ضعف الإمكانيات وقلة عدد النوادي ومراكز الشباب وعدم توافر الفرص للشباب لتحقيق أحلامهم في الاحتراف الرياضي. لكن خلال 9 سنين القيادة السياسية كانت واثقة في أهمية الرياضة لإعداد مواطن قادر على الإنتاج، وده اترجم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الرياضيين للوصول للألقاب الدولية. أنا بسام تحميد، عدي أسكندراني، أول لعبة مصرية تتأهل لبطولة العالم والأولمبياد في ألعاب القوى. أنا من أحسن 5 في العالم في رمي القرص، لعبت 5 بطولات عالم و3 دورات أولمبية. تشعور إن أنت بترفع علم مصر في مكان علم مصر ما كانش بترفع فيه؟ مش عارفة أوصفه بإيه، بس هو إحساس بيديني شعور بالفخر كده. ودلوقتي مصر بتحتضن مدن رياضية عالمية زي المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تنفيذها على مساحة 92 فدان بتكلفة قدرها نحو 4.2 مليار جنيه، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 468 فدان. المدينة الرياضية في بورسعيد مع إنشاء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات بتكلفة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه. فقد تم وجاري إنشاء وتطوير 1039 مركز شباب ضمن المشروع القومي حياة كريمة، ليصل إجمالي عدد المشروعات المنفذة بقطاع الشباب والرياضة 5612 خلال الفترة من سنة 2014 لسنة 2023. كمان وصل عدد الاستادات في مصر ل 30 استاد، وعدد مراكز الشباب وصل ل 4510 في 2023 مقابل 4200 مركز غير مؤهل تماما في 2015. تطور البنية التحتية الرياضية أهلنا لاستضافة عدد من البطولات الدولية ساهمت في تدعيم صورة مصر قدام العالم. 335 بطولة قارية وعالمية استضافتها مصر خلال الفترة من 2018 ل 2023، والأرقام بتأكد نجاح التجربة. 22 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية بقطاع الشباب والرياضة من 2014 ل 2023. 2800 ميدالية إجمالي عدد الميداليات اللي حصلت عليها مصر من 2018 ل 2022. 16.8 مليون عدد المستفيدين من الشباب والنشأ من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية سنة 2021-2022. 1195 عدد الأندية حتى 2021، وتم تنفيذ حوالي 5748 برنامج ونشاط حققوا أكثر من 137.7 مليون فرصة استفاد منها الشباب والرياضيين. وبإنجاز إعادة بناء الإنسان المصري قدر شبابنا يحصدوا التمكين المناسب ليهم، خصوصا على المستوى السياسي والاقتصادي. وعلشان نقدر نحقق هدف التمكين كان لازم يكون في خطوة قبله، وهي التدريب والتأهيل. وفي وقت قصير انطلق عدد من البرامج والمبادرات الداعمة للشباب، زي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في 2015 بهدف أساسي هو إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة. ونجاح البرنامج كان دافع لإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب في 2017، وأفكار شباب البلد اتنقلت للقيادة السياسية بشكل مباشر من خلال المؤتمرات الوطنية للشباب، وأفكار شبابنا فتحت الطريق لقنوات تواصل بينهم وبين شباب العالم. فانطلق في 2017 منتدى شباب العالم في شرم الشيخ على مدار 4 نسخ، وانطلق منطقة الشباب العربي والإفريقي في 2019، كلها فعاليات شبابية ساهمت في انفتاح شبابنا على الخبرات العالمية والإفريقية والعربية، وحققت التواصل بينهم وبين القيادة السياسية. وفعلا طاقة الشباب ترجمت لعمل على أرض الواقع، وشفنا 123 نائب برلماني شاب في مجلس النواب و30 نائب شاب في مجلس الشيوخ، بالإضافة لتمثيل الشباب في تشكيل المحافظين ونواب المحافظين.
انا شايف ان الشباب دلوقتي الوضع بقى احسن كتير، بقى في وزراء سنهم صغير، بقى في قيادات عامه الوجوه اللي احنا بنشوفها كقيادات بقى تحس ان هم سنهم اصغر. عندنا امثله كتير في مصر بتقول ان الشباب قدرت تمسك مناصب في الدوله زي مجلس الوزراء وعندنا مجلس نواب. ثقتي في شباب مصر لا حدود لها، وسيحققون الوطن امجادا هائله لا تقل عما صنعه الاباء والاجداد. دكتور أشرف، في الحقيقة لفت انتباهي في الفيديو ده رقم مش قليل، 2800 ميدالية حصلت عليها مصر في الفترة من 2018 ل 2022، وده بيأكد ان حجم الشغل اللي حصل لإعداد الشباب دول وتأهيلهم لاقتناس هذه البطولات كبير. في ظل توجيه لوم دايما على الوزارة بأن مفيش دعم ورعاية حقيقية للشباب الأبطال، ازاي بتصنعوا الأبطال في الألعاب الفردية المختلفة تحديداً، وإيه استراتيجية وفلسفة قطاع الشباب والرياضة في تأهيل الشباب من أجل تمكينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، سادة الحضور، كل الشكر والتقدير على وجودنا النهاردة. في الحقيقة في 2018 فخامة الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية للشباب، ومن هنا بدأنا نعكف يعني إيه استراتيجية وطنية لبناء الإنسان. بناء الإنسان الحقيقة هي كل علشان الشخصية تكون متزنة زي ما فخامة الرئيس والحديث، بدني نفسي عقلي اجتماعي، عشان نخلق شخصية مصرية متزنة. وده في المتن التربوي لازم يكون في المؤسسات التربوية الناشئة اللي هي بتبدأ بالأسرة، المدرسة، الجامعة، مركز الشباب، النادي، الكنيسة، الجامعة. من هنا بدأ الانطلاق ان احنا نبدأ بمجموعة دوائر متفاعلة. أول دائرة يمكن بنتكلم فيها هي الإنشاء والمنشآت الرياضية للبنية التحتية الإنشائية. الدراما يمكن كانت بتصور دايما الواقع في الوقت بتاعه، والصور المنشورة هي واقع صحافة ومن واقع دراما. ده كان الشكل اللي موجود للشكل التقليدي أو العام اللي عينينا خدت عليه لمركز الشباب قبل 2014. وزي ما الدراما أيضا يمكن هي مش كوميديا هزلية، لكن هو واقع صورت كراكون في الشارع ان شباب مش لاقية علشان تتجوز. فخامة الرئيس في 2014 قال مش هنخلي حد بيسأل على شقة الا لما بيكون في شقة، وقد كان المعروض الحقيقة اكتر بكتير من المطلوب. وايضا الدراما يمكن صورت نماذج اخرى، بنشوف المكاتب الوظيفية اللي موجود فيها يعني اعداد مش لاقي كراسي، احنا في حلم تاني اخر الانتقال للعاصمة الادارية والمناخ اللي هيخلينا ننتج بشكل اكتر في الحي الحكومي. نفس الوضع احنا بنتكلم على شكل درامي اخر، يمكن ده شكل مش هزل اللي لقيناه واحنا بنلف في مراكز الشباب قبل 2014 حقيقة واقعة كان ده الشكل. ومركز الشباب هو احد المؤسسات المهمه جدا لان هي موجوده في الحضر، في البدو، في المركز، في المدينه، الحقيقه بيعالج كل طبقات المجتمع موجوده. عشان كده قلنا لازم نحول مراكز الشباب الى مراكز خدمه مجتمعيه يكون فيها كل الاشكال والخدمات اللي ممكن تكون موجوده. دي مراكز الشباب اللي بقت موجوده. مركز الشباب اللي موجود هنا ده مش يعني حاجة في المهندسين أو حاجة في مركز، دي مراكز شباب حقيقية بكونسبت جديد عملناه الحقيقة، لأن مركز شباب هو مكان ترفيهي، مكان ثقافي، مكان فني، مكان أسري. قدرنا نعمل كمان تجمعات موجودة داخل مراكز شباب بأندية وكيانات مختلفة. مركز شباب طامية بالفيوم ده مش ريزورت أو منتجع موجود في أي مدينة ساحلية، ده في قرية داخلية في طامية بالفيوم، ده في مركز شباب سانت كاترين بالشكل اللي موجود لأهالينا في سانت كاترين. المطرية بالدقهلية ده حمام سباحة بقى موجود في قرية، وقرية عادية جدا الحقيقة. ده شكل بيعبر المتوسط العام اللي قدرنا نوصل ليه على شكل تركيب ونمزجة مراكز شباب مصر. ده نموذج لشكل الملاعب اللي موجودة في مراكز الشباب. يمكن على المستوى الشخصي بدأت لعبة كاراتيه وفي نادي صغير قبل ما اطلع الأندية الكبيرة. الحقيقة رحنا وما كناش بنلاقي في مراكز الشباب مكان نغير فيه أو بنخلص تدريب، حجم التراب اللي موجود أو ثقافة العين والثقافة في مراكز شباب مصر. الحقيقة
ده الشكل اللي بقى موجود في مراكز شباب مصر، الملاعب، التنميط لشكل المراكز الشباب عشان نقدر ان احنا نوصل للمنتهى او لهدفنا. احنا عملنا بنية تحتية لمراكز الشباب والانشاءات بتكلفة اجمالية بلغت 22 مليار جنيه من 2014 ل 2023. 4295 انشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، انشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية، تطوير اسادات. احنا عملنا 6 سادات الحقيقة تطوير شامل بشكل خدمنا في كأس الأمم الأفريقية 2019، انشاء وتطوير صالة مغطاة 14، انشاء وتطوير الأندية، تطوير أندية متحدي الإعاقة. الحقيقة كمان غيرنا شكل المراكز اللي هي التعليم اللامنهجي اللي موجود اللي بنديه للشباب المصري، كان المسمى التعليم المدني بقى مراكز الإبداع والابتكار الشبابي اللي بنطور وبنعلم. ومع وزارة الاتصالات يمكن أحد المبادرات الكبيرة الجديدة موجودة في هذه المراكز، تطوير وإنشاء مراكز وحدات الطب الرياضي، تطوير وإنشاء مراكز التنمية الشبابية 1 و2 الجزيرة، فروع النادي النادي. ويمكن احنا نقف شوية هنا لان احنا بنراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب، ثم اندية السيسي كلاب او اندية المحافظات، وبعدين شرفنا بافتتاح احد افرع نادي النادي من فخامة الرئيس، لان لقينا طبقة اجتماعية تانية الحقيقة مش قادرة تدفع يعني اشتراكات الاندية الاكبر ومش تنزل تحت. عملنا مفهوم جديد سلسلة نادي النادي استوعب عدد كبير جدا من طبقات المجتمع. المركز القومي لتدريب المنتخبات القومية اللي أنشئ وطور من 2015 عشان طوكيو، وهو الحقيقة غير شكل ثقافة المنتخبات القومية، وأصبح اللاعب موجود طول السنة، كل الخدمات اللي موجودة ولا ينقصه شيء عن برا أو جوه مصر. الحقيقة هنقف شوية عند هذا الرقم. مصر قبل 2011 و2014 كان الوضع فيها يعني طول السنين حوالي 40 سنة اتبنى 42 حمام سباحة وعلى نفقة الدولة. أنا بقول إن احنا بدأنا من المفهوم الجديد اللي اشتغلناه مع دخول القطاع الخاص 191 حمام سباحة، وبدأناه من 2020 حتى تاريخه 191 حمام سباحة موجودة، غيرت ثقافة وشكل ومفهوم القرية والمدينة، عملت قاعدة كبيرة، وده بيدار بالقطاع الخاص وبمفهوم يمكن مع العرض على فخامة الرئيس على ان احنا عايزين نزود سرعة الانجاز. الميزانية اللي موجودة يمكن مش هتكفي لهذه السرعة. سيادة وجه قال ان احنا لازم نرجع ونراجع مع هيئة الرقابة الإدارية لحوكمة هذه العقود، وضع عقد موحد، وكمان نراعي الجانب الاجتماعي واحنا بنتعامل مع هذا الكيان. الحقيقة راجعنا ومشينا وجرينا وطورنا بأرقام كبيرة جدا، وبعد فترة من العرض وجه سيادته ان نراجع مع وزارة التخطيط ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية علشان نراجع هذه الحوكمة. راجعنا والحقيقة يعني في نجاح كبير لهذا المفهوم. حياة كريمة ساعدتنا على القفز بشكل سريع جدا لمراكز شباب، والمرحلة الأولى فقط 1039 مركز شباب تم تطويره، 266 مركز شباب تم إضافتهم في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية متوقع 900 مركز شباب، وإحنا يعني دخلناهم للخدمة ودخلناهم للتشغيل. أنا عايز أقف هنا عند الشكل ده، يمكن الشكل الأحمر من 2014، ويمكن وإحنا بنخاطب المجتمع والمواطن البسيط، الميزانية الاستثمارية اللي بناخدها من الحكومة برنامج إحنا بنقدمه، وبالتالي بناخد حاجة اسمها البيت الباب السادس، هي الميزانية اللي هننشئ فيها. الحقيقة إحنا اللي قلنا مش هنقدر إن إحنا نوصل للمدى البعيد، علشان كده الخط الأخضر الثاني بدأناه بعد العرض، وتحديدا من بعد 2019 هنبص نلاقي ان هو طلع المدى ده، يعني اعتمادنا على الموارد الذاتية واعتمادنا على تشغيل القطاع الخاص وريادة الأعمال أدى إلى ان احنا نوصل لتسعة مليار جنيه من القطاع الخاص للتعامل معانا في حجم إنشاءات كبيرة جدا، ونضمن يعني performance bond أو حسن الأداء، بالإضافة إلى زيادة الدخل لهذه المنشآت اللي بيقلل من كاهل الدولة أن ناخد تاني من الميزانية الدولة. الحقيقة من 2020 بدأ الكوفيد نزل شوية الأداء، لكن احنا استمرينا في هذا الموضوع
على اعتبار ان الميزانيه الحكوميه مش هي الاساس، لكن اشتغلنا مع المجتمع بشكل ان لما بننزل حتى، يمكن انا سعيد جدا بهذا المفهوم، القرى البعيده، لان المواطن العادي بيقول احنا عايزين نعمل بي او تي وعايزين نعمل حق انتفاع، لان الثقافه نفسها كان يهمنا جدا ان هي توصل. 13 مليار و7 من عشرة حجم الاستثمارات الحكوميه المباشره عشان نعمل التطوير في كل الانشاءات الشبابيه والرياضيه. 1.6 من عشرة مليار حجم المنصرف للعائد الناشئ والشباب، وده كان مهم جدا جدا علشان احنا مش بس الانشاء يعني في الكيانات او الاستثمارات في الانشاءات، لكن البشر والتنميه الشامله الحقيقه اللي موجوده وكثفنا فيها. 3 مليار قيمه الاستثمارات في مشروعات بي او تي، 3 مليار من 9 مليار هي في مراكز شباب مصر، و6 مليار ادينا طلاقه للانديه الرياضيه ان هي كمان تتفاعل، وده هيقلل الدعم بتاعنا. احنا عندنا تقريبا 1200 نادي احنا بندعمهم، وطبعا طبقا لمعايير معينه، فده قلل بشكل كبير جدا من ان احنا ندعم هذه المؤسسات ونطور الجانب الرياضي بشكل كبير جدا. هي 3.9 من عشرة للاستادات، 3.3 من عشرة للاستثمارات لشركات مزاولة الخدمات. طورنا بشكل كبير جدا طبقا للقانون شركات الخدمات الرياضية، وحاكمناها بشكل ما يكناها كمان، اللي يعني حجم استثماراتها في السوق المصري كقطاع اقتصادي 3.3 من عشرة، وده تقريبا بيدخل وزارة الشباب والرياضة حوالي 40 مليون جنيه للموارد الذاتية اللي بنصرفها تاني على رعاية الأبطال وعلى التطوير لتطوير الرياضة المصرية والقطاع الشبابي الرياضي. طبعا القطاع الآخر الاقتصادي اللي اهتمنا بيه علشان الصحة وعلشان أيضا التشغيل هي قطاع الأندية الصحية، وحجم استثماراته في السوق المصري 7 مليار جنيه. لكن اللي يهمنا أكتر إن خلقنا ثقافة للصحة وخلقنا ثقافة للرياضة بشكل موازي اللي احنا بنسميه سبورتس ديفلوبمنتس أو التنمية الرياضية. كمان بقى عندنا عوائد مباشرة وعوائد غير مباشرة من الفعاليات الرياضية اللي وصلت حوالي مليار جنيه. ده الشكل العام للمنشأ وشكل ثقافته اللي بقى موجود في مصر. ده خلانا ان احنا كمان نطور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشأ والاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة. هي تعاوننا مع الأكاديمية العربية ومع أحد المؤسسات الأممية، قعدنا سنتين ومع الشباب المصري نعمل سيرفي لغاية لما احنا يمكن كونا هؤلاء الاستراتيجيتين. الوزارة بنت فكرها في الاستراتيجيات على التكامل. الحقيقة عشان نعمل منهج متكامل للشراكة احنا كان لازم نشتغل مع وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الأكاديمية الوطنية. هذا التكامل لأن الوزارة شغالين منحنى سني يتكامل ويتفاعل مع كل مؤسسات المجتمع وبشكل شمولي، في يعني الحقيقة أوبن مايند وفتح أفاق لتعاون كبير جدا. فخامة الرئيس احنا قدرنا في الفترة دي ان احنا يعني الحقيقة سألنا سؤال، احنا ليه حصلت الأحداث قبل 2011 وبشكل جريء جدا؟ ليه الشباب الحقيقة يعني تم استيعابه بشكل تاني؟ يبقى لازم نكثف أعمالنا، لازم يكون في توسع كبير جدا في حجم الأنشطة وكيفية الأنشطة اللي موجودة، وكمان استيعاب طريقة التفكير. وده كان مهم جدا. احنا وصلنا ل 5748 برنامج ونشاط من 5 سنين لأربعين سنة، البرامج الولاء والانتماء والقدوة، البرامج المرتبطة يمكن اشتغلنا مع الكنيسة المصرية، اشتغلنا مع الأزهر الشريف، اشتغلنا مع الأواف، مع كل مؤسسات المجتمع، اشتغلنا كمان برنامج كبير جدا مع أكاديمية ناصر في كل المجالات. احنا 137 مليون بوينت 7 أو 7 من عشرة حجم المشاركة الشبابية. طب احنا 105 مليون تقريبا، لان حجم مشاركه الشباب عملنا له معدل تكراري لحجم الانشطه اللي موجوده، وصلنا بارقام حقيقيه مدققه 137 مليون، يعني متوسط السنه 15 مليون مشاركه شبابيه. الحقيقه الجزء الاخر من يعني احنا عندنا الاستراتيجيه في الرياضه البطوله او الليت سبورتس والتنميه الرياضيه. اشتغلنا احنا موجودين في الشارع في الحي، دوري الشوارع، عملنا المدرب المجتمعي اللي موجود في الحدائق، وصلنا لكل الأعمار السنية. لكن في المبادرات، من المبادرات المهمة ان احنا نخلق اسلوب او حالة هي الدراجة. احنا وزعنا 20 ألف دراجة
من أول ما بدأنا المبادرة إحنا بندعمها، وبندعمها من خلال برنامج رعاية، ووصلنا للرقم بيها بنفتح الوينزو أو أونلاين علشان يكون في شفافية الحقيقة. في ساعة بتكون الباتش اللي جه يعني خلص، وإحنا عاملين طبعا توقيع مع الهيئة العربية والإنتاج الحربي لتجميعها. عملنا مبادرة منها خرجت دراجتك دخلك، بنجيب الدراجات بنديها للشباب عن طريق برضو أونلاين بمعايير، وبندربه وبنديله منتج بحوالي 1000 جنيه، وبيعمل مصنع أو شركة ليه إنه هو يعمل التوصيل 3600 دراجة. كمان مبادرة دراجتك مشوارك، الشاب روح مدرستك زي ما تعودنا زمان، وروح جامعتك بالدراجة، الحقيقة 2200 ودول من غير مقابل. كمان إن احنا نخلق الحالة الرياضية، عندنا واحدة من البادرات الكبيرة المحاكاة وهي أولمبياد الطفل المصري، وكل سنة مش أقل من 60,000 طفل تعاونا مع التربية والتعليم والأندية ومراكز شباب لمحاكاة تم لهذا البرنامج، بالإضافة طبعا إلى أولمبياد المحافظات الحدودية واهتمامنا بشكل كبير جدا للمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى مبادرة 1000 بنت 1000 حلم لتنمية شخصية الفتاة، وأيضا من خلال برامج رياضية زي كرة القدم. الحقيقة قدرنا أن احنا نوصل لأكبر منصة توظيف، يعني العدد والمشكلات الشبابية بعد إحصائها كبيرة، يمكن أكتر من جهة حكومية بتتفاعل، لكن إحنا بنتكامل مع القوى العاملة وبنتكامل مع مؤسسات المجتمع ومع التعليم العالي. لكن إحنا مع مايكروسوفت قدرنا إن إحنا ووزارة الاتصالات نعمل أكبر منصة توظيف اسمها منصة مصر أونلاين، وعليها الحقيقة تدفق كبير جدا، 51 ملتقى توظيف بواقع 766، استفاد منها 33.6 ألف فرصة عمل حقيقية، وبنلف فيها في المحافظات. السياحة الرياضية والفعاليات الرياضية، احنا عندنا قسمنا الموضوع الى official agenda و non-official agenda. official agenda قدرنا ان احنا كل الاتحادات الدولية بقى فيها ثقة كبيرة جدا للانشاءات والمنشأ واسلوب العمل واسلوب الادارة، وصلنا لرقم تقريبا 321 بطولة عالم. مثال ايه؟ كاس الامم الافريقية 2019، بطولة كاس العالم لكرة اليد اللي العالم كله كان واقف الحقيقة، خدنا تحدي ومنها في سنة واحدة بنينا 3 صالات جديدة باستثمارات 3.2 مليار مع تطوير استاد القاهرة، وحققنا معادلة كبيرة جدا ان احنا نفتح البطولة ديت. فالجزء الاخر وهو شغلنا الشباب في القطاع الخاص ان هو يجيب الايفنتات العالمية واحنا نكون ريجوليتور ليه، قدرنا نحضر 600 فعالية رياضية، 200,000 مشارك، 100 جنسية مختلفة، محققين 3 مليون ليلة سياحية من نون اوفيشال اجندا او الاحداث. جبنا البراندات الكبيرة او اللي بتتسابق في المنطقة زي ايرون مان واوشن مان، يعني حاجات كتيرة جدا بقت موجودة، والشباب الماراثون والجري. برامج ريادة الاعمال طورناها بشكل كبير جدا، يمكن يوم الخميس للشباب احنا طورنا مفهوم المنتج داخل مراكز شباب نادي الفتاة والمرأة، والحقيقة عملنا معارض لهم علشان نديهم قدرة على التسويق، وعملنا معرض دائم في مركز شباب الجزيرة. لكن يوم الخميس هنفتح أكبر معرض وأكبر ملتقى برعاية دولة رئيس الوزراء لمنتجات مراكز الشباب الحقيقة، وعلى السوشيال ميديا يعني متفاعلين فيه كبير جدا، وبنديه ببلاش للعارضين من مراكز شباب مصر والمنتجات الحرفية. وقلنا مش علشان هديه ببلاش، ده احنا جبنا مصممين شباب وعاملين أيقونة كبيرة جدا بأحلى تصميم ونواصق، هياخد جايزة عالمية وسجلناها، ونبدأ من يوم الخميس في عيد ساد القاهرة. الحقيقة طورنا قطار رحلات شباب وأصبح من الجنوب للشمال ومن الشمال للجنوب لغاية مطروح، والهدف الأساسي ولاء وانتماء، والهدف الآخر هي المشروعات القومية. وصلنا للوادي الجديد للحقيقة كمان المناطق الحدودية الأخرى. مسابقات إبداع يمكن إحنا طورناها، وهي من ما بدأت تقريبا 2015 وإحنا مع الجامعات، واحدة من أكبر المسابقات، 6 شهور الجامعة منشغلة بهذه المسابقة، 24 نشاط، محكمين على أعلى مستوى من يعني الأكاديميات المختلفة من وزارة الثقافة، واستثماراتها كبيرة، والملتقى بيكون في جامعة القاهرة بيكون حاجة كبيرة. وقلنا ده مش كفاية، هنعمل إبداع مراكز شباب، وعملنا إبداع مراكز شباب. ومراكز شباب الحقيقة بيخرج منها يعني طفرات كبيرة جدا أيضا، 24 عندنا. المنشد اللي بيفوز كل سنة في الشارقة هو خارج من هذه المسابقات، الترانيم، القصة القصيرة، الإبداع، الابتكار،
كل اللي ممكن يكون يفكر فيه الشعب الحقيقة عاملينه بشكل شمولي يليق بمصر. الكيانات الشبابية برلمان الشباب طورناها بشكل كبير جدا، عندنا كيانات مدربة على أعلى مستوى ثقافي، 60,000 شاب موجودين محاكاة مع السادة النواب، بالإضافة لبرلمان الطلائع ما اكتفناش بهذا الموضوع، كمان رحنا للغرفة الجديدة وبرلمان الشيوخ الحقيقة ومؤثر جدا جدا، وهما يعني موجودين في مراكز الشباب، موجودين في المجتمع بشكل يعني مشرف جدا. كمان المحاكاة والعلاقات اللي احنا بنعملها مع الدول المختلفة، عملنا العلاقات الدبلوماسية تنسيقا مع وزارة الخارجية، وعندنا شباب على أعلى مستوى الحقيقة في الثقافة والفنون والتقابل والمسابقات الدولية، وجوده على مستوى العالم بشكل كبير جدا، وأيضا نسقنا مع الأكاديمية الوطنية للبرامج التدريبية. فخامة الرئيس أنا عايز أقول إن احنا شغلنا من 2014 تحديدا قدرنا نوصل ونفتح الوزارة لكل شباب مصر، وأصبح بيت شباب بثقة كبيرة جدا، كوننا 41 كيان شبابي، وكل كيان شبابي الحقيقة وراه قصص كتير جدا، والشباب هم اللي بيديروا في 27 محافظة. وصلنا لمليون ونص، لكن مليون ونص كيان، عايز أقول مثلا كيان الاتحاد العام لشبان لعمال مصر، الحقيقة هذا القطاع كنا مهتمين بيه جدا. الوزير بس أستاذن حضرتك وتبقى دقيقة، 7 مليون الحقيقة لهذا القطاع لوحده، غير بقية الشباب المواهب والرياضية والشبابية، كابيتانو الحقيقة مؤثر بشكل كبير جدا، وزن لنا عملية الكرة لا تميز وتمييز في كرة القدم، وأيضا احنا وصلنا للمشروع القومي للموهبة الحركية، المشروع القومي للناشئين، وده 2028 مصر هيكون لها وقع تاني كبير جدا. الحقيقة كمان يمكن الدوري مراكز الشباب بقى فيه لاعبين خرجوا برا مصر، وجبنا أكبر راعي موجود فيه. أيضا المشروع القومي للموهبة والناشئين 2028 هيكون فيه عدد ميداليات دارسينه بشكل كبير، مع المركز الطب التجديدي والقوات المسلحة وصلنا للجينوم المصري، الجينوم المصري خدنا منه الجينوم الرياضي، وبنعمل بشكل علمي كبير جدا تحليل الكروموزومات او الجزء الجيني، في خاص بالسرعه، في خاص بالقوه، خاص بالتحمل. الحقيقه العاب القوه اللي احنا مميزين فيها اللي هي رفع الاثقال والمصارعه والملاكمه، بنعمل بنش مارك ليها وشغالين بشكل علمي جدا. احنا 2800 ده رقم ما حصلش خالص الفتره دي الحقيقه. كمان يمكن ظاهرة التجنيس هي ظاهرة موجودة ومن زمان، لكن احنا مواجهتنا لها بشكل حقيقي علمي بخطوات. احنا مع الأكاديمية ناصر العسكرية كل الأبطال دلوقتي بيروحوا يشوفوا التحديات اللي موجودة، ايه اللي بيحصل، يعني ايه الدولة المصرية، يعني ايه هو رياضي بيحمل اسم مصر، الحقيقة بنراعيها وبنعملها. يمكن في طوكيو احنا من 1912 ما حصلش هذا الريكورد، وعملنا يعني ابطالنا 6 ميداليات، 7 ميداليات في البارا اولمبيك. الارقام يعني يمكن احنا كل سنه بنخرج من 700 ل 900 بعثه بره مصر، المنافسات والمعسكرات كل بعثه من 10 الى 30 فرد. احنا كلفنا في اعداد طوكيو في برنامج لوحده علشان البطوله من 2019 الى 2020 ثم 2021 حوالي 300 مليون. دراستنا مع والدولة المصرية بتتكفل بهذا الموضوع، وزارة الشباب والرياضة، من بعد طوكيو لباريس بالدراسة مع الاتحادات الرياضية 1,100,000,000 بنوفرهم علشان نوصل للاعب المصري، ومصر لن تنتهي، والأعداد من اللاعبين الحقيقة بشكل كبير جدا. يعني في حاجات كتير احنا نقولها في الدولة الجديدة والشكل الجديد في الرياضة وفي الشباب، لكن يعني كل الشكر والتقدير. نشكرك معالي الوزير، وفي الحقيقة يعني قدر قطاع الشباب والرياضة ان هو يستغل طاقات الشباب ويكتشف مواهبهم ايضا. وفي الحقيقة يعني كل متصفح وقارئ للتاريخ هيلاقي ان اي دولة كبيرة نجحها من اعتمادها على شبابها، وهو ده بداية الطريق والحكاية، حكاية الجمهورية الجديدة اللي قررت بإرادة من حديد اللي هي تعتمد على شبابها عشان يكونوا فصل في بداية حكاية وطن. بنشكر حضراتكم. وسيادة الرئيس في تعقيب، أنا بس هقول أنا بشكركم طبعا الدكتور النيفين والدكتور أشرف على العرض بتاعكم، لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة أنتم محتاجين تبذلوا فيها جهد أكتر، هو أن الجهد اللي أنتم عاملينه ده كله ما بيتمش تسويقه وإظهاره
وتقديمه للناس بشكل في تقدير يعني، عشان الناس مش عشان تحس بيه، لا مش عشان تستفيد بيه، لا، لان ده جهد بيأكد بيه ان احنا كل القطاعات اللي موجودة في الدولة محل اهتمام ومحل دعم عشان تحقق الاهداف لهذا القطاع. وبالتالي يعني انا هقولك على حاجة يا دكتور أشرف، يعني كنت اتمنى انك انت تقول لي مثلا واحد بتتكلم دلوقتي خلال، شوف انت بتتكلم يعني اتكلمتوا في حاجات كتير واتكلمتوا على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى الانفاق اللي انتوا بتعملوه، لكن خلي اقول لك لما يجي النهارده شاب يتقال ان في شاب من عندنا او شابين ساب مصر وراح، لو انا النهارده كوزير للشباب او كحكومه ما اتكلمتش في الموضوع ده بجلاء وبوضوح وبشكله يعني مباشر لكل الناس، ده يعني هيقدح كتير في كل الجهد اللي انت بتتكلم عليه ده. وانا خليني اقول لك، انت اتكلمت على حجم العمل اللي اتبذل في وزاره الشباب خلال الفتره اللي فاتت، والدكتوره نيفين نفس الكلام، لكن مثلا على سبيل المثال لما اتكلمنا في بدايه الفتره الاولانيه خالص، انا كنت كلامنا كان يا جماعه الافكار بتاعه اداره مراكز الشباب والنوادي بالاسلوب اللي انتم ماشيين بيه احنا لا قبل لنا بيه، صح كده؟ وقلت لكم لازم تشوفوا صيغه ماليه اخرى يا دكتور مصطفى تتعاملوا بيها مع الموضوع عشان تقدروا العدد، احنا كنا بنتكلم في اكتر من 4000 مركز شباب كان محتاج رفع كفاءه وتاهيل. تمام. وكان اللي بدا البرنامج ده مع المهندس خالد وبدانا بيه عشان نرفع كفاءه المركز اللي انت جبت صورها، واللي احنا قلنا ان المركز دي لو ما كانتش هتقدر تغطي انفاقها هترجع مره تاني، لان الدوله مش هتقدر كل شويه تدخل تعمل تكلفه ماليه ضخمه جدا لهذا العدد لاستعاده كفاءته مره تانية، صح كده؟ مظبوط. طيب يبقى انا عايز منك دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول للناس اللي بيسمعونا طب احنا بنرعى ابطالنا ازاي؟ تمام يا فندم. حاضر. ما انا عارف. انا عارف. بس انا عايز الناس تعرف عشان الناس بتسمع الجانب اللي هو ايه؟ ان ابننا مشي وسابنا عشان احنا ما دعمناهوش او مش مهتمين بيه. لا، فانت هنا حتى في وده مش من، لان انا اتمنى ان كل اولادنا وبناتنا يبقوا احسن حاجه في كل حاجه. طب ما فيش كلام يعني، لكن انا بحب اقول النقطه ديت لان طبعا المواضيع دي بتبقى بتمثل نقطه مش طيبه في نسيج الجهد اللي انتوا بتبذلوه. شوف ما احنا كنا في كل مش عارف الكلام ده مناسب ولا لا، انا مش هذكر ارقام. تمام. انا مش هذكر ارقام. تمام. لكن هقول ايه، ان احنا في كل الجوائز اللي كانت بتقدم لكل ابطالنا اللي حاصلين على بطولات، ده رقم يعني لا يعبر عن تقديرنا ليه، هم يستحقوا اكتر من كده بكتير، لكن الرقم برضو رقم مش متواضع قوي، مش كده ولا انا؟ لا طبعا. واللي بعد كده، فانا بس عايز دلوقتي عشان حصل الموضوع ده اكتر من مره ومحدش ممكن يطلع بيان من عندك من وزاره الشباب، ممكن تطلع تعليق فيه، لكن انا اتصور ان احنا في الجلسه اللي احنا موجودين فيها وكل الناس في مصر بتسمعنا مهم قوي يعرفوا ان احنا مهتمين باولادنا وبناتنا وحريصين عليهم. صحيح. فلو حصل من حد من عندنا ما حسش بالتقدير او بحجم التقدير ما عجبوش او ما كفاهوش، يعني نقول احنا بقى اتفضل. اولا بشكر حضرتك، وده مش مبالغه، علشان حضرتك يمكن بيحصل عرض على حضرتك وحضرتك بتوجه ومش كل الناس بتعرف، لكن حضرتك بتقول انا عايز شاب والرياضي المصري احسن شاب في الدنيا، وعايز الرياضي المصري تغيير الرياضه الصحيه واهتمام حضرتك بيها. يمكن هخرج شويه فرصه، حضرتك سالتني يعني يمكن احنا عندنا اولمبيات الشركات 35,000 وحولنا، كنا زمان واحنا بنلعب ممكن نلعب في الشركات وفي الانديه، دلوقتي لا، الشركات للشركات. وكمان بنحاول نخلي في مسابقه مدفوعه للشركات انها تعمل نص ساعه صباحيا اهتمام حضرتك بالرياضه بهذا الشكل. لكن الواقع الثاني، احنا من طوكيو حطينا برنامج، وحطينا برنامج رعاية ولادنا، والبرنامج ده ما اكتفيناش بالرقم الكبير، احنا 1,100,000,000 من 2021 لغاية 2023 بس للأبطال، ما اكتفيناش بهذا الموضوع. قطاع البنوك جبنا منه 35,000,000 جنيه لرعاية البطل، ما اكتفيناش بده، جبنا من الهيئات الأخرى وعملنا لكل بطل بروفايل، ده غير المشروع القومي للموهبة والناشئين، اللاعب
المصري البطل موجود المركز الأولمبي على أعلى مستوى، وخدنا كاميرات وقلنا بياكل هنا وبيقعد هنا ودي الغرفة بتاعته، وده المكان كمان لذو القدرات الخاصة بيكون في هذا المكان، ومفيش صالة في مصر موجودة إلا 3 و4 نجوم أفضل من هناك. مش أنا بقول، إحنا جبنا الاتحادات الدولية هنا، مش كلمة بنقدم أي بطولة برة، الاتحادات الدولية بتيجي تقول مصر. ولما رؤساء اتحاداتنا وأعضاء مجالس إدارتنا دلوقتي ما كانش فيه العدد قليل جدا عضو اتحاد دولي، دلوقتي معظم نواب الاتحاد الدولي الحمد لله قوتنا النعمة رجعت علشان جم وشافوا مصر. أنا عايز أقول حاجة، وإحنا مزنوقين وفاضل فترة صغيرة على بطولة العالم لكرة اليد، أول ما جم اللجنة قالت أنتم مش هتلحقوا، وعملت حاجة اسمها نيجاتيف ريبورت. الحقيقة مع الهيئة الهندسية حطينا السنة، وبعد الجزء الثالث اللي موجودين من جنسية معينة قالوا خلاص تعالوا خدوا المطار بتاعنا، احنا مش مصدقين اللي انتوا عملتوه ده وان كنتوا تفتحوا هذا المكان. الحقيقة دي كانت شهادة كبيرة جدا ان احنا ننجز عملنا بهذا الشكل، لكن هي ثقافة البطل ان هو هيتمرن في مكان عامل ازاي، الرعاية بتاعته ازاي. عشان كده لما اشتغلنا بموضوع ساينتيفيكلي جدا، وحضرتك قلت دولة العلم والعمل ودولة الحلم والأمل، الحقيقة في لجنة علمية الناحية دي، كل الشباب اللي جم من الخارج في الرياضة، وهنا وحدة سادات ثينك تانك، جبنا كبار الخبراء نفكر، مش عايزينكم تنفذوا، وبدأنا تنفيذ بشكل علمي جدا في كل حاجة، وما سبناش حاجة إلا ما عملناها. الشاب المصري أو الرياضي المصري يا فندم، طب هو إيه اللي موجود؟ عنده مدرب شخصي للأبطال اللي بيدخلوا، عنده مدرب تغذية خاصة أو أخصائي تغذية، عنده الأخصائي النفسي اللي خاص بيه، كمان إحنا مع الجامعات احنا موقعين بياخد 0% فيز ان هو في الجامعه. معظم الابطال اللي في رفع الاثقال مخلصين جامعات خاصه ومفيش اي فلوس. حتى اولادنا، انا عايز اقول لك حاجه، احنا لعبنا بطوله العالم في السله، احنا جايبين 2 امريكان من بره جنسناهم تجنيس عكسي، ومعالي وزير الداخليه يمكن يعني بالقانون ساعدنا في هذا الموضوع ان هم جم مصريين وجبناهم عايزين يجوا مصر. لاعب المصارعه محمد مصطفى هو عايش ولاده في امريكا وبيلعب بشكل عكسي في مصر، وغيرهم كتير جدا في الجمباز، بنت عندها 13 سنه امريكيه مصريه قالت لا انا عايزه العب لمصر. احنا برضو عندنا الجانب الايجابي، فكل بطل عنده دايره اللي هي زي اللي بيحصل بره، ايه احنا عندنا احسن بره. كمان في حاجه اسمها السنتر اوف اكسلنس او الهاي بيرفورمانس، احنا حققنا ده، المراكز المتقدمه جدا اللي موجوده بقت موجوده في كل مكان، وبنتعب جدا، وبالتالي النسبه الصغيره اللي موجوده دي نسبه انسانيه موجوده. بس يمكن احنا كمان عندنا الشباب وحائط الصد للشباب بيرد على ده وبنرد على هذا الموضوع. الحاجة الصغيرة اللي كده يعني ناس تانية بتاخد وبتعمل فيديوهات وبنتابعها وبتكبر الموضوع بشكل عكسي وبتحصل، وبنرد على السوشيال ميديا وبنطلع نرد على هذا الموضوع. انا لاعب لعبه فرديه يا فندم، احنا دلوقتي ما فيش حاجه اسمها لعبه شهيده زي زمان، كل الالعاب اللي موجوده ابطال ومعروفين، ولم يكرر بطل رياضي زي عدد التكريمات اللي قابلناها عند فخامه الرئيس وكرمة بانواط مباشرة جدا يعني. واحنا يمكن بجهاز مشروع، وبطلب يعني كما عودتنا حضرتك على كرمك، احنا نعمل يوم الرياضي المصري ويوم الرياضيين، هنجمع كل ابطال العالم، الارقام غير الطبيعية اللي عندنا، وولادك هي يعني حضرتك ان شاء الله يعني يكون في كلمة محاك مع تكريمهم، وان شاء الله حضرتك توافق عليها، وهتشوف حضرتك شكل وانماط. احنا يا فندم كرة السلة وكرة الطائرة والالعاب حتى الجماعية، احنا مفيش سن ما تأهلش لكاس العالم وبطولات العالم الفتره اللي فاتت ديت، وكل يوم في الاعلام هي حاجه دي مش مستخبيه، كل يوم البطل الفلاني خد الميداليه الفلانيه، البطل الفلاني، هو ده يعني بيكلفني كتير شويه علشان بدي التكريم، وزودنا التكريم اللي موجود للاعبين اللي موجود، فاصبح اللاعب احنا بندعم دعم اداري عادل للاتحادات، وبرنامج باريس ليه فلوس تانية اللي هي الرقم، احنا دفعنا لغايه دلوقتي الدفعه الخامسه 600 مليون جنيه، وداخلين على الدفعه السادسه عشان هكمل، غير السفر نفسه وتكاليفه. كمان اللاعبين دول عشان يؤهل لازم يسافر ولازم يلعب البطولات بتاعته والدفعات، مفيش بعثه ما طلبتش وما سافرتش في التوقيت وقبل التوقيت بتاعها، اللاعبين اللي موجودين كلهم في كل مكان، المعسكرات اللي موجوده، وبالتالي حجم الدعم وحجم العمل للاعب بشكل علمي بشكل بقى موجود، ده غير المشروعات القوميه، المشروع القومي للموهبه والناشئين، اللاعب اول ما بيدخل بنديله راتب من 800 ل 1500 في كام؟ حوالي 2000 لاعب موجود لغايه عاملينه 6 سنوات لغايه لما بطل خرج منه فكري من ده، مشروع 5 سنين بس
بطل عالم، بطل عالم برونزية من المشروع دوت في المصارعة، خرج 2 في رفع الأثقال أبطال عالم، أبطال عالم ده حاجة كبيرة جدا، غير إن إحنا أفريقيا فالناس خدت الميثودولوجي اللي إحنا عاملينها والطريقة دي بتطبقها في دول مجاورة، وأنا عارف مين اللي بينافس ورايح لفين في دول جوار أو دول عالم. لكن أنا برجع تاني يا فندم، الظاهرة ديت موجودة، الظاهرة ديت كانت أكتر من كده بكتير، الظاهرة بنتعامل معها بمنتهى المنطقية وبنعمل تحقيقاتنا وبنشوف السبب إيه وبنراعي السبب ده، لكن التأهيل أو الرعاية العلمية أو المدارس أو الجامعات، الحافز الرياضي تنسيقا مع التعليم العالي ومع التربية والتعليم بشكل يعني سريع جدا موجود. كمان الجامعة لو عنده امتحان بيؤجل، اللاعب لو عنده امتحان بيؤجل. طب ما عندنا يا فندم لاعبين موجودين عايشين في امريكا وعايشين في دول تانية وبيجي على البطولات، ما قالش انا هقعد وهتجنس. اذا العدد اللي موجود عدد اقل. يا اشرف اتفضل يا فندم. انا مش بقول لك عشان تدافع. لا انا بقول بوصف. استنى بس، انا بقول لك عشان تقول ايه، تقول ايه، تقول ايه، انا هقول لكم على حجم الانفاق لمستويات البطولات المختلفه. تمام. يعني الابطال اللي حاصلين على بطوله محليه بنقدم له ده، اللي بطوله دوليه قاريه بنقدم له ده، بنقدم له قبل وبنقدم له اثناء وبنقدم له بعد. لو رقم حاضر قول الرقم، مش لحد بعينه، مش لحد. انت قلت 1.3 مليار وقلت 600 مليون وقلت كلام كتير كويس، علاوه على طبعا الدعم اللي بتقدمه كتير من الشركات وكلام من هذا القبيل. لا انا بتكلم على وزاره الشباب، بتكلم عليك انت شخصيا. وبالمناسبة أشرف حضر، وأنا بقولها ولو أنت محتاج دعم في هذا المجال إحنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش مشكلة. ليه بقول كده، ليه بقول كده؟ أصل ما يصحش أن يتقال أن حد من عندنا مشي عشان إحنا مش قادرين، مش قادرين كويس، أو ما راعيناهوش، أو وقع مننا غصب عننا. طب هقول كلمة صعبة شوية، طب هو عشمان شوية، مش هقول طمع، هقول عشمان شوية، أعمل إيه؟ هسيبه يعني؟ لا معاك. طب انت شايف الناس بتعمل ايه حاضر في كل حته، ف يعني لو الارقام عندك انا بس عشان اقولها لمين؟ مش ليا اشرف، انا بقولها للناس اللي معانا هنا والناس اللي بتسمعنا في مصر عشان تعرف ان الدوله مش يعني العمليه مش ماشيه كده، ده في نظام وفي ارقام وفي ميزانيات محطوطه تعالج ده وتنفق عليه. وبالمناسبه ما حدش بينفق زي ما دايما بقول الكلمه ديت، منين يا دكتور؟ من جبنا، احنا بننفق من جيب مصر. لكن نقول للناس بس عشان الناس تبقى عارفه ان البطل ده انفقه علينا سواء كان بشكل مباشر او شكل غير مباشر. تحب تقول؟ اه يا فندم، احنا مثلا هناخد الحد الاقصى، الحد الاقصى هو الحلم بتاعنا الاولمبي كان لاعب لما بيجيب ميداليه اولمبيه 1,000,000 جنيه، خليناها 1.5 مليون، خليناها 2 مليون جنيه، وبياخد معاش مدى الحياه، يعني اللاعب خلص فبياخد معاش بتاعه مدى الحياة. بننزل تحت شوية بطولات العالم، يعني احنا عاملين لها برضو منهج، يعني لا يقل اللاعب على حسب التدرج بتاعه يعني لما بيكسب 500,000 جنيه، وده في أعداد احنا أعدادنا مش قليلة يعني بتساوي أرقام كتير، والبطولات الأفريقية يعني من 200,000 ل 300,000 جنيه. دي لايحة على طول بيخلص اللاعب الحقيقة بيبقى المكافآت بتاعته. بعض الألعاب بيبقى عندها يعني ده كله متسلسل، فاللاعب الواحد ناتج المكافآت ديت بتبقى رقم مش قليل، رقم كبير جدا، واحنا بنوفره وبنديه للاعبين، وده في المتوسط العام للالعاب الفرديه يعني كويس ومتوسطه كويس جدا. الالعاب الجماعيه ليها شأن خاص، يعني بصفه خاصه احنا فاصلين كره القدم ليها نظام احترافي مختلف، ده الواقع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فعلا يعني عايز دعم ولا مش عايز؟ عايز دعم. انا اقول لا مش كده، ناخد دعم. طب انا هقول لك على حاجه عشان برضو فكر وادرس لنا في انك انت مستويات معينه نخلي المكافاه بتاعتها دكتور مصطفى اكبر من كده، نضعف. يا ريت يا فندم. بس قول لي الرقم هيبقى كام؟ يعني الدكتور مصطفى قعدته معانا هنا بغرامه كبيره يعني. لكن احنا ما نسيبش ابدا ابدا ولدنا. اه طبعا. حضر. ما يصحش. حاضر. شكرا جزيلا. شكرا فندم، متشكرين. بنشكر حضرتك سياده الرئيس.